مواصلة لحملات النظافة التي تقوم بها بلدية العاصمة أنجمانة، زار صباح اليوم مدير الصحة والبيئة لدى بلدية العاصمة أنجمانة سوق الأفراح المعروف بطردونة الكائن بالدائرة السابعة. الهدف من الزيارة هو تنظيف السوق وإزالة الأوساخ وكذا تنظيف مجاري مياه الصرف الصحي. وناشد مدير الصحة والبيئة التجار على احترام الأماكن المخصصة للنفايات حتى يكون السوق صحي وخالي من جميع الأوساخ. جاز شافا شغل لا في تيريزا ليجوكي واسق دول غازين تانا واسق دول غازين في شاريال بوديناس في لوباسوك دا اصلا واسق دا كان ما مرغنا دا يجيبا ماردان يجيبا مارد كلام دا بس اصلا علم اكي باجنا دينا نمرغو واسق دا دول ما سياد البيت دول البافتو في شاريال ناسوك دا نورولم شاري دا وما بقى أوردير شارزة ما هو شغل يبقى براب ومام ذات بروك فوقها وتر أي إزاجة يمر فوقها. مندوب سوق الأفراح أثناء كلمته دعا التجار وسكان الحي المجاور للسوق على مساعدة عمال البلدية. البساوق ده ما قاب بساودنا كم قاب بساودنا ده في أسبوعين ما نلقى وسط زينا ما بقدر بساودنا إلا بس أني نامر جهودنا نارم كما بيترم القوانين هنا الميري وقوانين السوق ده نقدر ننادى السندا كان الميري سنترال كان البوليس كان الجندارم كله نقدر نان بيقدر حلل عشان ما يصير الوسخ فارتي في السوق. حملات النظافة التي تقوم بها بلدية أنجمانة ستشمل مختلف أسواق العاصمة بشكل أسبوعي وفق ما أدلى به مسؤولو بلدية أنجمانة.